طيب ما هنا بقاش بقى واخد هروح باله. لمحمود. محمود ماذا لو، هنا بقى دي اختراعاتي انا كمدير فني متوقع، ماذا لو بدل ما يبقى عندي في الهجوم مصطفى محمد اغير خلاص، اطلع مصطفى في خط الوسط وانزل محمد النني ومحمد صلاح الاثنين هجوم، وبالتالي اجذب الانظار دائما ناحيه الاثنين الفراوده اللي عندي، لا لا انا ما اعتقدش ان فلم عليهم الفرقه. لا 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 انا ما اعتقدش ان ده ممكن يحصل ابدا. ليه؟ اولا من غير ليه، لانني عمره ما لاعب المركز ده، وده لو عمل كده ده مدرب ما عندوش فكره يعني. لكن ده يعني ده لا يمكن ولا يصلح انه اصلا يطرح كفكره. لكن انني عندي مشكله في ثلاثه بتوع نص الملعب اللي الامير سماهم حضرتك قلتهم في التشكيل، انني وفتحي والسوليه. امير بيقول لك عندهم مشكله، حاسس عندهم صعوبه في الخروج بالكوره، صح؟ لان هم بيلعبوا بادوار متطابقه، ادوار متشابهه. لو انت بصيت على خط وسط السنغال، شيخو كايوتي، ادريس الجاي، تمام، وبامبا، الثلاثه لا مندي الارتكاز او مندي او حتى مندي، تمام. لو بصيت على الثلاثه اللي هم بيلعبوا في نص الملعب يا امير، كل واحد فيهم ليه تشغيل. يعني هتلاقي اللعيب الانفورسر، هتلاقي اللعيب الهولدنج ميدفيلدر، اللعيب اللي بيمسك نص الملعب، هتلاقي المودريتور اللي بيجري كتير قوي زي ادريس الجاي. خلي بالك ادريس الجاي في باريس سان جيرمان يعني هو نجم الفريق هو السنه دي، هو اهم لاعب في الفرقه. فكرني بجالاكتيكوس ريال مدريد لما كان كلود ماكاليلي هو كل شيء في هو كل شيء في الفرقه. فدي حقيقه نقطه ما تقدرش انك تبص عليها، لازم تشوف حل في ان التنوع بتاع نص الملعب مطلوب. ده تعمله ازاي وانت ما عندكش اوبشنز او رفاهيات زي ما امير قال؟ هي دي المشكله. امير قال حاجه كمان مهمه جدا عايز ابني عليها فكره، انه اللعيبه دول يقدروا، محمد صلاح والنني يقدروا بحكم طبعا اللي بيلعبوا في البريمير ليج، والبريمير ليج هو اعلى معدل تراكمي للدقائق واعلى معدلات للجري ودرجه الحراره و و اوكي. هنا لازم ندرس ايه قصه لعيبه الدوري المصري، وليه احنا بنزعل ان منتج الدوري المصري بتاعنا نفسنا يكون احسن منتج، لانه قيمته كبيره جدا جدا على الناحيه الفنيه. الدوري المصري بطوله صعبه، فيها نديه، فيها لعيبه بتطلع منها مستويات عاليه جدا ما بتعرفهاش الا ما تروح تلعب بره وتشوف انت ايه. الكوميك اللي ماشي على السوشيال ميديا انه تعالى بقى لما اشمر اوريك لعب الغيطان، انت هتعمل لي فيها، جايلي من برازيل وجايلي من نيجيريا وجايلي مش عارف منين، تعالى وانا اوريك، تعالى وانا اقول لك. الطريقه دي النهارده لازم تدرس ازاي لعيب بقيمه فتوح بيأدي اعلى المستويات مع باسونجو، بيأدي اعلى المستويات مع اشرف حكيمي، وبيأدي اعلى المستويات. ازاي قيمه اللعيب اللي بيطلع من الدوري المصري؟ اشمعنى احنا بنعرف نلاعب الافارقه؟ ده مش النهارده بس، ده واحنا في 2010 مع كابتن حسن شحاته ربنا يديله الصح، واحنا في 2008، واحنا في 2006، قوامك الاساسي من لعيبه الدوري المصري. الدوري المصري بطوله قويه جدا جدا، والحمد لله ان مؤخرا بقى في طفره كبيره في النقل التلفزيوني، وعلى ما يبدو ان رابطه الانديه ان شاء الله اتمنى لك كل التوفيق انها هتقدم منتج اقوى. كل ما المنتج ده يقوى كل ما انت قيمتك تزيد. انت النهارده مش قادر توصل لحد صادرات اللاعبين، حلمك وطموحك انك يبقى عندك 150 محمد صلاح، مش واحد محمد صلاح، 150 لعيب زي محمد صلاح. مصر مليانه مواهب، لكن انتاجك يبقى غزير لما بطولتك تبقى قويه ومنتظمه. النهارده انت عندك لعيبه بتلعب في البطوله المحليه بتواجه اعلى اللاعبين، العماد والركن الاساسي لانديه العالم الكلاس ايه. النهارده حتى سنغال لما تيجي تتكلم على اللعيبه الاحتياطيين، كيتا بالدي خبره كبيره جدا في لعب في دوريات وبطولات اوروبيه، تتكلم على نيانج، مامادو نيانج، تتكلم على اسامي كبيره جدا موجوده في الفرقه تقدر تتكلم عليها. تشكيل منتخب مصر الجود بالموجود، اتمنى بس ان احنا ما يبقاش اكبر عدو لينا يا يوسف بكره طموحنا. ده اكبر عدو لينا، ان انت عارف اللي هو ايه، انا عايز الكره الجميله والبطولات والنتائج، وعايز افوز بكره بكاس افريقيا، وعايز اصعد كاس العالم. الكره ما اتعملتش لينا بس احنا يا جماعه، الكره فيها اخد وعطا.